بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، عبر قناة الباهية في جزائرنا الحبيبة، ها نحن نعود إليكم من جديد مع برنامج من روائع القصص، في ثوب جديد ومكان جديد في وهران الحبيبة. يأتيكم هذا البرنامج في هذا العام الجديد الهجري، ونحن في أول يوم من شهر رمضان المعظم. ما زلنا أيها الإخوة في برنامجنا من روائع القصص، نعيش وإياكم أحداثاً وقعت في تاريخ البشر، ذكرها الله عز وجل في القرآن العظيم، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وذكرها المؤرخون وأصحاب السير. هذه الدروس وهذه الوقائع التي شاء الله عز وجل لها أن تكون في حياة البشر، إنما جعلها الله تعالى لنعتبر منها. فهناك من النماذج الرائعة من البشر التي ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم وأخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حدثت في الأمم السابقة. وهناك نماذج رائعة وهناك نماذج سيئة. هذه النماذج الرائعة لنعتبر منها ولنتأسى بها ونقتدي بها، والنماذج الأخرى لنحذر من الوقوع فيما وقع فيه هؤلاء الناس. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. وقال أيضا سبحانه وتعالى لرسوله الكريم: كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقد قيل أن هذه القصص وهذه الأحداث هي جند من جنود الله، يثبت الله عز وجل بها من شاء من عباده. فنتمنى ونسأل الله عز وجل أن تستفيدوا من هذا البرنامج، وأن يكون سبباً للعيش بدين الله عز وجل، وأن يكون سبباً للرجوع إلى القيم والمبادئ التي خلق الله عز وجل من أجلها هذه الأمة، وأرسل رسلاً وأنزل كتباً. إذن نعيش وإياكم طيلة هذا الشهر المبارك هذه الحلقات، ونسأل الله تعالى أن ينفع بها. ومعكم اليوم أول درس من هذه الحلقات، فابقوا معنا لنعيش أحداث هذا الدرس الأول، والذي وقعت أحداثه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الدرس الأول فيه أنموذج من الحب الراقي الذي يقع بين البشر، وقد وقعت أحداث هذه القصة، ووقع هذا الحب بين رجل كافر ومرأة مؤمنة. فابقوا معنا لنسمع هذه القصة ونعتبر منها. ومع أول وقفة مع هذه القصص، هذه القصة العظيمة التي جرت أحداثها في زمانين: الزمن الأول قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والزمن الثاني بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. وبطلا هذه القصة رجل وامرأة. أما الرجل فهو رجل من خيار قريش، أبو العاص بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه، وقد كان مشركا. وأما المرأة الفاضلة فهي السيدة الفاضلة زينب الكبرى رضي الله عنها وأرضاها، وصلى الله وسلم على أبيها. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعثه الله عز وجل وأن يوحي إليه، كان قد تزوج من سيدة كريمة من سيدات قريش، وهي خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، قبل البعثة، وقد أنجب منها صلى الله عليه وسلم كل بناته. وكانت زينب هي البنت البكر لرسول الله، ونشأت زينب في هذا البيت الفاضل، وكبرت كما تكبر البنات. وفي يوم من الأيام يتقدم إليها ابن خالتها،
العاص بن الربيع هذا ابن هالة بنت خويلد، وهالة هي أخت خديجة. فتقدم العاص بن أبي الربيع ليطلب يد زينب، ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم الأب الرحيم على ابنته ويعرض عليه، وقال لها إن العاص بن أبي الربيع يتقدم إليك. فاحمر وجهها وخجلت رضي الله عنها، وكانت علامة على القبول. ووقع الزواج، وزفت المرأة إلى زوجها، وعاش حياة كريمة تحت سقف واحد، إلى أن جاءت تلك اللحظة الحاسمة في تاريخ البشرية. أرسل الله عز وجل جبريل عليه السلام بالوحي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، وبعث الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم إلى البشرية جمعا. وكان أول من آمن برسول الله خديجة وآل بيته رضي الله عنهم أجمعين. زينب آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيها، وبقي زوجها على الكفر. وحاولت قريش أن تحول بين هذا الزوج، بين أبي العاص وبين زينب رضي الله عنها، وأجبروه على أن بعد البعثة، بعد أن بعث الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ولقي الأذى من قريش، حاولت قريش أن تفرق بين الزوجين، بين زينب وأبي العاص. فأبى أبو العاص وقال لا يمكن أن أفارق زينب. وتمر الأحداث ويتسارع الزمن وتمر الأيام، ويأذن الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة المنورة، ويخرج المصطفى عليه السلام تاركا موطن سباه، تاركا موطنه، تاركا مكة، حزينا مغلوبا مطاردا من قريش. يخرج صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر، ويصل إلى المدينة، ويبني النبي عليه السلام مسجده، ويؤسس دولته التي ستتشرف بنصر الإسلام في جزيرة العرب وفي الأرض كلها. ولم يمر إلا سنة واحدة، وكانت أول موقعة بين الإسلام والكفر، وكانت أول وقعة بين الشرك، بين الحق والضلال، بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش. وكانت غزوة بدر التي نصر الله عز وجل فيها جنده، وأعز جنده، ونصر نبيه، ورجعت قريش مخذولة مهزومة. تصوروا أيها الإخوة أن أبا العاص بن الربيع يخرج مع قومه ليقاتل محمدا صلى الله عليه وسلم، ويترك زينب وراءه. تصوروا هذا الرجل يخرج مع قومه ليقاتل عدوه اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، وابنة هذا الرسول تحت هذا الرجل. وبقيت زينب تحب زوجها، وبقيت وفية لزوجها رغم أنه خرج يقاتل أباها. ويشاء الله عز وجل، العجب في هذه القصة أن الله تعالى قدر أن يقع أبو العاص بن الربيع أسيرا في مع أسرى بدر الذين أسرهم المسلمون، ويقع الأسير ويراه النبي صلى الله عليه وسلم من بين الأسرى، ويخير النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأسرى بعدما استشار أصحابه. قال من يفديه أهله بالمال نطلق سراحه، ومن يعلم عشرة من المسلمين نطلق سراحه. وسمعت زينب رضي الله عنها وهي في مكة، سمعت بأسر زوجها عند أبيها، فأرسلت رضي الله عنها المال لتفدي زوجها كما صنع الناس. لكن زينب رضي الله عنها وضعت مع المال شيئا ثمينا غاليا عليها، وضعت رضي الله عنها قلادة كانت قد أعطتها إياها أمها خديجة يوم أن زفت إلى زوجها. قلادة كانت تضعها زينب على صدرها، قلادة ثمينة، ذكرى غالية، ذكرى الزواج من أم غالية. ومع ذلك فداء لزوجها أرسلت زينب هذه القلادة مع المال من مكة إلى المدينة. فلما وصل المال لفداء أبي العاص وفتحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم تلك القلادة، وتذكر عليه السلام خديجة رضي الله عنها، وتذكر الأيام الخوالي في مكة، وبكى عليه السلام ورق لهذه القلادة
رقة شديدة، وعرف الصحابة رضي الله عنهم تأثر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لأصحابه: إن شئتم أن تطلقوا لها أسيرها فافعلوا. وكان الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يسعون لإرضاء رسول الله ويجتهدون في ذلك، فأطلقوا سراح أبي العاص، واشترط عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلي سبيل زينب. دعاه للإسلام فأبى، فما أكرهه النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. هذا ديننا، لا نكره عليه أحدا، لأن الله عز وجل قال: لا إكراه في الدين. دعاه النبي على الإسلام إلى الإسلام فأبى، ثم طلب منه طلبا، قال له: أنا خليك تروح ترجع إلى مكة إلى قومك بشرط أن ترسل زينب. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي العاص زيد بن حارثة ورجل من الأنصار، وأمرهما أن يسحبا أبي العاص إلى مكة ليعودا بزينب. وتصوروا أيها الإخوة، يسافر الأسير أبو العاص بن الربيع ويدخل مكة حزينا، ويدخل بيته ويدخل على زوجه ويأمر زينب بأن توجد روحها وتلم يعني أمورها لتلحق بأبيها. يقول النبي عليه السلام في شأن أبي العاص وهو ما زال على شركه، قال: وعدني فصدقني. كان يمكن أبو العاص يوصل مكة ويخلف وعده، النبي عليه السلام راه في المدينة وهو عدو له، وكان يمكنه أن لا يفي بهذا الوعد، ولكن العرب كان من صفاتهم الوفاء، فقال لزينب: تجهزي لترحلي بأبيك. وتخرج زينب رضي الله عنها وهي حامل، ويسحبها زيد ورجل من الأنصار، وتصل إلى المدينة وتلحق برسولها برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلحق بأبيها. وتمر الشهور، ويخرج أبو العاص في تجارة إلى الشام، ويبعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية، فكان من نصيب هذه السرية تجارة أبي العاص، قافلة أبي العاص، ووقعت تجارة أبي العاص في عند المسلمين من نصيب المسلمين، فجاءوا بها إلى المدينة، وفر أبو العاص ثم استدرك، لم يذهب إلى مكة، فدخل ليلا إلى المدينة يريد أن يستجير بزينب، وأرسل إليها وقال لها: أنا موجود في المدينة وأريد منك أن أدخل في تحت يعني في 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 جوارك. ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم ما الذي حدث، يخرج عليه السلام ليصلي بالناس، فلما أقيمت الصلاة صرخت زينب من سدة النساء، كانت معنسة، صرخت بصوت عال سمعها كل من في المسجد، وقالت: لقد أجرت أبا العاص بن الربيع، أي أبو العاص في جواري. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، ولما أكمل صلاته وانفتل من صلاته قال: أيها الناس، هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أنا والله ما عندي خبر. فدخل النبي عليه السلام على زينب فوجدها قد أجارت زوجها المشرك، فما عاتبها رسول الله وما أنبها. وانظروا إلى هذا الحب، إلى هذه العاطفة، إلى هذا الحب الذي جمع بين زينب وبين أبي العاص. أبو العاص ما زال مشركا، وزينب دخل الإيمان قلبها وأسلمت بقلبها مع رسول الله لله رب العالمين، وما زالت تحب زوجها. هل سمعتم أيها الإخوة، أيها المشاهدون، هل سمعتم بحب كهذا؟ هل سمعتم بحب جمع بين قلب مؤمن قلب زينب وبين قلب مشرك قلب أبي العاص؟ نعم، هذا الذي حدث في دنيا الناس وحدث على عهد رسول الله، ولولا أن هذا الحديث ورد في الصحيح ما كان لإنسان أن يصدقه. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ابنته وقال لها: أي بنية، إنه لا يحل لك، إنه لا يحل لك، يعني أنت أجرتيه دخل في جوارك، لكن إياك أن تقربيه أو يقربك، لأنه مشرك وأنت مسلمة. ثم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم فدعا أبا العاص إلى الإسلام، فانشرح صدره للإسلام وانشرح قلبه للإيمان،
ووعد النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، ثم قال لرسول الله: أمهلني يا رسول الله حتى أرجع إلى مكة فأقضي ديوني وأرتب أموري ثم أعود. وخرج أبو العاص بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه وذهب إلى مكة ورد ديونه ورد حقوق الناس، ثم أسلم ورد حقوق الناس، ثم قال لعشيرته وقال لأهله: لقد آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت شهادة الإسلام. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي العاص: لقد وعدني فصدقني. ودخل أبو العاص بن الربيع رضي الله عنه الإسلام وشهد شهادة الحق ورجع إلى المدينة، ودخل بزينب رضي الله عنها. هناك من يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام عقد له عقدا جديدا. المهم عاد ودخل على زوجه وعاد البيت من جديد، والتأم الزوجان والتأم القلبان والتأم الحب من جديد، ولكن هذه المرة الحمد لله بين قلبين مؤمنين، بين زينب رضي الله عنها وأبي العاص الذي أسلم. وعاش سيدنا أبو العاص بن الربيع رضي الله عنه حياة طيبة كريمة مع زوجه زينب رضي الله عنها حتى مات رضي الله عنه في خلافة أبي بكر. هذه القصة قصة حب أينع في قلبين، قلب مؤمن وقلب مشرك ثم آمن، قصة حب بين رجل وامرأة. انظروا كيف بقيت زينب وفية لزوجها، وانظروا إلى محبة أبي العاص لزوجه رغم أن قريشا هددته وألبت قلبه ليفارق زوجه، ولكنه بقي محبا لزوجه وبقي محبا لزينب وبقي وفيا لها. فانظروا رحمكم الله، انظروا إلى هذه العاطفة، انظروا إلى الحب حينما يتمكن من قلوب الناس. هذه العاطفة، عاطفة الحب التي جمعت بين زينب وأبي العاص، هي التي تجمع بين الزوجين في كل مكان، وهي التي تجمع بين الآباء وأبنائهم، وهي التي تجمع بين الإخوة والأخوات. هذه العاطفة اللي هي من خلق الله عز وجل ومن أسرار خلق الله، انظروا كيف تصنع بالقلوب. انظروا إلى حب الآباء لأبنائهم ورحمتهم بهم، انظروا إلى حب الأزواج لأزواجهم، انظروا إلى إخلاص الزوجات المؤمنات لأزواجهم. إنها عاطفة الحب أيها الإخوة التي أودعها الله عز وجل في قلوبنا، ولكن نحن دائما كي نسمع بالحب يذهب خيالنا إلى ذلك الحب الحرام والحب العفن الذي يقع بين النساء والرجال في دائرة الحرام. نحن دائما ننظر إلى الحب الذي يقع في دائرة الحرام الضيقة، لكن لا ننتبه إلى الحب الذي يقع في دائرة الحلال الواسعة جدا، والتي تجمع الأزواج والأرحام، وتجمع بين إنسان قد يكون من بلد آخر، قد يكون رجل من فرنسا يتزوج بجزائرية ويعيش حياة سعيدة، قد تكون هذه العلاقة بين رجل أسمر أسود مع امرأة بيضاء ويحبها ويعيش معها. هذا الحب اللي هو سر من أسرار خلق الله عز وجل، انظروا كيف يصنع بالقلوب. ما هي الرسالة التي نأخذها من قصة زينب وأبي العاص؟ الرسالة التي نأخذها هي أن الحب كلما كان لله عز وجل ينفع صاحبه. هذا الحب الذي أودع الله في قلوبنا، أولا أيها الإخوة يجب أن نوجه أعظم الحب وأكبر الحب لمن؟ لله عز وجل، أن نحب الله تعالى أكثر من كل شيء، ثم نوجه محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنقذنا من الضلالة، أنقذنا من الظلام، أنقذنا من الكفر، أنقذنا من الشرك، ونحن مسلمين بسبب رسالته صلى الله عليه وسلم. ثم نوجه الحب هذا للوالدين. كيفاش حتى ولينا نشوف الناس في مجتمعنا يقيسوا والديهم في دار العجزة؟ أين الحب للوالدين؟ ثم الحب للأولاد، نحبهم ونعطف عليهم ونربيهم على الدين وعلى الأخلاق الفاضلة وعلى القيم.
ثم المحبة للجيران، أن نحب جيراننا وأن نحترمهم وأن نرحمهم ونرحم الضعيفهم، ثم المحبة للمسلمين، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. نوجه محبة قلوبنا لجميع المسلمين، ثم نحب كل الناس، نحب كل الناس حتى هؤلاء الأمم اللي ما هيش في الإسلام، نحب لهم الهداية ونحب لهم الرشاد ونحب لهم أن يدخلوا في دين الله أفواجا. وفي هذا المعنى يقول الله عز وجل في سورة المائدة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. كيف يأتي الله تعالى بقوم يحبون الله تعالى وهو يحبهم؟ نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يصرف محبته لله ولرسوله وللإسلام والمسلمين، ونسأل الله تعالى أن يكتبنا من أحبابه وأن يجعلنا من أحبابه. اللهم آمين. وإلى لقاء آخر، نترككم في رعاية الله عز وجل وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.